ب10,000 جنيه. كانت ال10,000 جنيه يا حبيبتي ليها قيمة في سنة 90 91. احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بقى. انا امي عندها القلب، كانت بتعمل عملية قلب مفتوح وطالبين منها، طالبين مني 85,000 جنيه. تمام. انا كنت بسافر شيف مطبخ، بعت ذهبي وبعت حاجتي وبعت كليتي عشان اعالج امي، عشان انا كانت امي هي امي وابويا. انا ابويا مات وانا عندي سنتين، امي اللي مربياني هي وخلاني، واخده بالك؟ فلازم اضحي عشان امي. لدرجة اللي مالوش خير في امه مالوش خير حد في حد. تبيع حته من من ولو جسم. طلبت عينيا ابيعها. يا سلام، دي الجنه تحت اقدام الامهات. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. ربنا يبارك في امك. مذكوره في القران كده 3 مرات. الاب مذكور مره واحده. نفسك في ايه؟ انا نفسي اموت وانا مستوره، ما يكونش عليا حاجه لحد وما احتاجش لحد، واموت وتراب السكه على رجلي وما يحوجنيش ربنا الجنس مخلوق. ليه الدموع دي؟ طيب صعبان عليا نفسي قوي. احكي لنا، احنا عايزين نسمعك. لا صعبان عليا نفسي ان انا بقيت اتذل دلوقتي. بعد ما كنت بعد ما كنت بكسب ومعايا القرش ومعايا بتلف العالم، وبلف في العالم، اتخلوا عنك. كله اتخلى، الاهل والصحاب والزملاء. مفيش الا قرايب امي، هما اللي بيسالوا عليا. عملت الخير في مامتك وفي اهلها ولقيتيه. ما عدا اولاد اخويا بقى اللي عملت الخير فيهم وما لقيتوش. احنا عايزين بقى نعرف ايه القصه. لا، قصه اولاد اخويا دي قصه جامده. انت سبتي البيت بسببهم. عايشه لوحدك. عايشه لوحدي بطولك. بعت شقه امي اللي في عداي القبه وجنسك انت في الهرم. هما لو سامعينك دلوقتي تقول لهم ايه؟ اقول لهم والله منكم لله، انا مش مسامحاكم ولا دنيا ولا دين ولا في الاخره، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. نجوم الفن كانوا حريصين ان هم يجوا ويعني ونكون متواجدين. احنا مع حضرتك النهارده يعني للاطمئنان على حالتك، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نساعد حضرتك. بنشكر حضرتك جدا، وكلنا يعني بنشهد بالادوار اللي حضرتك عملتيها. ست جميله ان شاء الله، ربنا يطمنا على صحتك. بنشكر حضرتك جدا. كان معاكم اماني محمود.